خصوصا في قطاع التربية والتعليم. هناك عدد كبير من المدارس مدرجة ضمن الخطط السنوية السابقة على وزارة التربية والوزارات الأخرى، لكن لغاية الآن لم تنجز بشكل كامل، وإنما أنجزت عدد قليل من هذه المدارس. نأمل أنه من الوزارات إنجاز هذه المشاريع لغرض تعزيز إمكانية محافظة ميسان في تحقيق رؤية تجاه التربية والتعليم. يعني أنه هناك على أساس توجهات لسحب العمل، هناك توجهات لمعالجة هذه الأمور، لكن لغاية الآن لم يتم إقرار أي شيء من هذا الموضوع إن شاء الله.